Hello dear students how are you today we are going to have english unit 2 it is revision for the 6th preparatory اعزائي الطلبه اليوم درسنا راح يكون هو الوحده الثانيه للصف السادس إعدادي ويتضمن عده تمارين وهي كمراجعه طبعا التمارين هي كلها موجوده في كتاب الطالب وفي كتاب النشاط وكذلك من ضمن النماذج الوزاريه وتوجد بعض النقاط الجديده اللي منطرحت انطرحت بالوزاري لكن احنا مثل ما نعرف انه لازم ما نترك شيء من الغلاف للغلاف كله نقراه. So let's start with reading comprehension. طبعا احنا مثل ما نعرف انه بالاسئله الوزاريه تبدي الأسئلة بالقطعة أول شيء عندنا القطعة الخارجية وبعدها قطعة الكتاب اليوم راح نبدي بقطعة الكتاب Reading Comprehension A Police Officer's Duties إحنا مثل ما نعرف Unit 1 عندنا بقطعتين استيعابية وهي واجبات الشرطي وأيضا Security Technology Radar تقنية التقنية الموجودة عندنا وهي عن الرادار Answer or complete the following دائما صيغة الأسئلة راح تكون answer or complete the following، يعني أجب أو أكمل التالي. نبدي بأول نقطة one people have to follow the law so that هنا اجت على شكل فراغ so that we can all live together safely. we can all live together safely إذا الناس يتبعون القانون ليش؟ لأنه حتى نعيش كنا سوية مع بعضنا بأمان طبعاً هذه النقاط ممكن تجي صح وخطأ ممكن تجي اختيارات ممكن تجي فراغات وممكن تجي سؤال وجواب Two, radar speed guns are used to radar speed guns مثل ما نعرف بالدروس السابقة إنه جهاز لقياس سرعة السيارات are used شنو الغرض من استخدامه؟ to identify people who are driving too fast يحدد الناس اللي يقودون بسرعه or to catch speeders للامساك بالمسرعين 3 why should the drivers and passengers wear seat belts seat belts هي حزام الامان لماذا السائق والراكب يجب ان ي... يعني السواق والركاب يرتدوا حزام الامان وليس فقط السائقين drivers and passengers should wear seat belts الجواب راح يكون to prevent ليمنع to prevent serious injuries if they have an accident ليمنع الاصابات الخطره اذا تعرضوا لاي حادث for at a crime scene crime scene اللي هو موقع الجريمه مكان الحادث police officers look for عن ماذا يبحثون look for evidence look for evidence ادله such as مثل منو تكون الادله مثل شنو fingerprints and footprints fingerprints and footprints بصمات 5 how can a witness help the police how can a witness help the police كيف بامكان الشاهد witness الشاهد ولاحظوا هاي الكلمه راح نستخدمها عده مرات بدرسنا لهذا اليوم how can a witness help the police كيف يقدم الشاهد المساعده للشرطه a witness can help the police by telling them what a criminal looks like criminal المجرم crime, جريمة, criminal, مجرم. What a criminal looks like, كيف يبدو المجرم؟ or what time a crime was committed وبأي وقت ارتكبت الجريمة؟ هذا الشيء يسهل عمل رجال الشرطة. 6، why wasn't drivers speed؟ why mustn't drivers speed؟ لماذا يجب أن لا يسرع السائقون؟ drivers mustn't speed. because speeding is one of the leading causes of death on the road. Drivers mustn't speed because speeding is one of the leading causes of death on the road. Seven police officers have to prevent crimes. من واجبات رجال هي من prevent crimes as well as solve them as well as solve them وكذلك حلها تلاحظون هنا الفعل solve إذن من واجبات رجال الشرطة police officers have to prevent crimes يمنع الجرائم as well as solve them وكذلك حلها Let's move to the second page. We have eight. Crowded places attract pickpockets. Crowded places attract pickpockets. Pickpockets هم إن الشالين. شنو الشيء اللي يجذب النشال؟ اي مكان الكراودد بليسز الاماكن المستح... المزدحمه هي اللي تجذب النشالين. And shops that sell expensive items attract thieves. والشوبس المحلات اللي تبيع اشياء غاليه هي تجذب انتباه الثيفز اللصوص بيك بوكيتس هو اللي يسرق من الجيب كمحفظه موبايل لكن الثيفز يكون عمله اكبر مو مجرد سرقه محفظه او موبايل يلتقطها من الشخص 9. One of the duties of a police officer is هنا مطلوب وحدة من واجبات رجال الشرطة أي واجب توضع تضع بالفراغ عادي أنا اختاريت to investigate crimes إنه يحقق بالجرائم One of the duties of a police officer is to investigate the crimes 10. When was the radar invented and why? why? طبعا هنا تلاحظون احنا القطعتين دمجت اسئلتها مع بعض لانهن اثنيناتهم على التقنيه. When was the radar invented and why? متى تم اكتشاف او اختراع؟ متى تم اختراع الرادار وشو السبب؟ It was invented during the World War II اخترع اثناء الحرب العالميه الثانيه او the Second World War to detect enemy aircrafts and ships. ليتتبع ليتب يتتبع طائرات وسفن العدو طبعا نحب ننبه طلابنا انه اللي عنده السؤال وحاب يستفسر عن ماده اللغه الانجليزيه الوحده الثانيه موجوده ارقام هواتف اسفل الشاشه تستعينون بها 11 what is a radar detector what is a radar detector بما انه موجود رادار يقيس السرعه فاكيد اكو يخترعون بالمقابل شيء يعني يكشف هذا الرادار حتى لا يتعرضون للمساءلة أو للغرامة فما هو الرادار ديتكتر كاشف الرادار A radar detector is a machine that detects radar speed guns. A radar detector is a machine that detects radar speed guns. هو آلة أو جهاز يتعقب أو يكشف قياس جهاز قياس السرعة. Twelve. What other purposes? Purposes الأغراض What other purposes was a radar used for besides بجانب military purposes؟ ما هي الأغراض اللي يستخدم فيها الرادار إلى جانب الأغراض العسكرية؟ إحنا نعرف الرادار يستخدم إلى جان يعني لغرض عسكري، لكن أكيد إلى جوانب أخرى غير العسكرية من ضمنها نشوف it was used for many other things including weather prediction. اذا بيش نستفاد منه بالوذر بريدكشن التنبؤ بالاحوال باحوال الجو باحوال الطقس 13 what does a driver do when the radar detector makes a beeping sound ما الذي على السائق القيام يعني ما الذي يفعله السائق عندما جهاز كاشف السرعه الرادار ديتكتور كاشف قياس السرعه makes a beeping sound عندما يصدر هذا الصوت beeping sound هو الصوت اللي يصدره كاشف الرادار من يكون اكو جهاز كاشف للسرعه فكاشف رادار يكشف هذا الشيء ويطلق صوت فهذا الصوت يعني شيء يكون ساقشي سوى حتى بهاي الحاله اذا سمع هذا الصوت ذا درايفر سلوز داون سلوز داون طبعا دا تلاحظون هنا انا كاتبت لكم بالخط الاحمر او تحت الكلمه خط فهذا هو الجواب الدقيق اللي فقط هو ممكن نستخدمه بالاجابه بدون تكمله السؤال وانما الاجابه بحد ذاتها فقط The driver slows down يبطئ السرعة when the radar detector makes a beeping sound. من يصدر هذا الصوت إذن driver slows down يبطئ السرعة يخفضها حتى لا يكشف جهاز قياس السرعة. 14. A driver can't avoid a ticket. A driver can't avoid a ticket. السائق لا يستطيع تجنب تيكت uh, اللي هي الغرامة المفروضة uh, غرامة by speeding away. بالإسراع أو بالهرب because شنو السبب؟ رادار guns work when the car is moving towards or away from them السبب إنه رادار uh, guns رايدر سبيد gun هذا جهاز قياس سرعة يكشف السرعة سواء كانت السيارة قادمة باتجاهه أو بالاتجاه المعاكس ذاهبة بالاتجاه المعاكس فلهذا ما راح يقدر يهرب من الغرامة fifteen police sometimes don't have to stop the speeding car because رجال الشرطة غير مجبرين يعني مو يعني مو مو ضروري انه بوقت قيادة السيارة بسرعتها انه يمسكون السائق شنو السبب؟ Because they use the information on the license plate to identify the owner of the car. They can They, they then send him or her a speeding ticket. لأنه they use the information راح يستخدمون المعلومات اللي يأخذوها من the license plate من لوحة القيادة to identify حتى يحددون the owner of the car مالك السيارة they then send him or her a speeding ticket ثم يرسلون لها أو لها للسائق يعني يرسلوا له الغرامة فمو بنفس الوقت وإنما يأخذون المعلومات ويخزنوها عندهم ويرسلوا له الغرامة فما يقدر يتهرب منها 16 What are the two problems with radar detectors? أكيد كل جهاز يواجه مشاكل فشنو المشاكل اللي يواجهها جهاز كاشف الرادار ريدر ديتكتر كاشف الرادار شنو المشاكل اللي واجهها عندنا مشكلتين وهي some police officers don't turn on their radar guns. يعني احيانا بعض رجال الشرطه ما يشغلون الرادار until لحد ما يشوفون سياره تقترب فما يلحق كاشف الرادار انه يلتقطها In some places, they are illegal. بعض الأماكن يكون جهاز الرادار تيكتر هو illegal غير قانوني ويحاسب عليه القانون إذا الشخص اكتشفوا إنه عنده هذا الجهاز. 17. How does a radar speed gun work? How does a radar speed gun work? كيف يعمل جهاز قياس السرعة؟ نقدر نستخدم هذه العبارة البسيطة للجواب وهي by sending radio waves towards a car. By sending راديو ويفز تويرس ا كار بارسال الامواج الصوتيه يعني الامواج الراديويه باتجاه السياره فهي بهاي الطريقه تعمل 18 why do some officers direct the traffic طبعا هذا من ضمن الديوتيز للبوليس اوفيسرز why do some officers direct the traffic direct the traffic انه ينظمون السير To make sure that the drivers use the road easily and without having accidents. للتأكد من استخدام السائقين للطريق للشارع easily بانسيابيه وبسهوله and without having accidents ودون التعرض للحوادث. فإذا واجب رجال المرور أنه ينظمون السير لـ YT Uh, to make sure that the drivers use the road easily and without having accidents. هذه أهم النقاط. 19. Police officers have different duties. Police officers have different duties. رجال الشرطة عندهم واجبات مختلفة. لماذا؟ Because there are different laws. بسبب تنوع القوانين لأنه كقوانين مختلفة different laws it means different duties Is it true or false? It's true. هذا الشيء صحيح. 20. Footprints and fingerprints can be used by police officers to identify and arrest criminals. إنه البصمات تستخدم من قبل رجال الشرطة to identify and arrest criminals حتى يحددون ويلقون القبض على المجرمين. تلاحظون إنه النقاط تختفي نفس الإجابة لكن تقديمها يختلف من نقطة إلى أخرى. 21. police must be trained. يجب أن رجال الشرطة أو الشرطة أن يتدربوا to use the radar gun correctly. يجب أن يتدربوا على استخدام جهاز قياس سرعة بصورة صحيحة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ True صحيح. 22. Radar speed guns can be maintained. ممكن صيانته أو المداومة على استعماله if they are checked and fixed regularly. يعني لازم هو checked and fixed regularly. لازم يشيكوا دائماً. و يصلحوا بصورة منتظمة حتى يضمنون استخدامه 23 police officers or the experts هل رجال الشرطة أم the experts الخبراء have to recognize the fingerprints هم اللي يميزون الأصابع طبعا هي مو من ضمن بصمات الأصابع مو من ضمن واجبات police officers هم يحددوها لكن اللي يكشف عنها هو the experts الخبراء أعزائي الطلبة بقتلنا نقطتين إن شاء الله نكملها بعد ما نأخذ الفاصل